نشرة والأخبار، أهلا بكم. أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس محادثات ثنائية مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل إلى الجزائر. المحادثات التي أجراها الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان توسعت لتشمل أعضاء وفدي البلدين بمشاركة مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، وزير المالية عبد الرحمن راوية، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود، وزير الطاقة محمد عرقاب، وزير الصناعة والمناجم فرحات أي تعلي براهم، وزير التجارة كمال أرزيق. وعن الجانب التركي شارك في هذه المحادثات أعضاء الوفد المرافق للرئيس أردوغان. هذا وقد وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا. أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن للجزائر دورا محوريا في استقرار المنطقة معربا عن رغبته أو رغبة بلاده في نقل التعاون بين البلدين إلى أرفع المستويات مستمدين القوة من روابط الصداقة والأخوة المتجذرة والتاريخ المشترك، مؤكدا الإرادة المشتركة للبلدين في تحفيز رجال الأعمال وزيادة الاستثمارات. وضعنا إرادتنا المشتركة من أجل إزالة العقبات من أمام رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات والعمل المشترك. ولهذا السبب نقدم التحفيزات ونشجع رجال الأعمال من أجل إقامة مشاريع جديدة لخلق فرص العمل للشباب. كما قررنا خلال المباحثات البحث عن إمكانيات تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك لغرض تغطية احتياجات قواتنا الأمنية. لقد تبادلنا مع أخي تبون الآراء والتفاصيل حول المسائل الإقليمية. الجزائر هي عنصر للاستقرار والسلام في هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها منطقتنا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعلن عن اتفاق على رفع المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى ما يفوق 5 ملايير دولار قريبا، مشددا على أهمية التواصل الثنائي في المجالات ذات الصلة بالقطاعات التي تهم الشباب على وجه الخصوص. رئيس الجمهورية اتفق أيضا مع الرئيس أردوغان على إرساء تواصل يومي بين حكومتي البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر للسيد الرئيس قبول الدعوة وزيارة الجزائر بلده الثاني، كما أجدد له تعازي الخالصة وتعازي الشعب الجزائري على إثر الزلزال العنيف الذي وقع في تركيا والذي ذهب ضحيته ما يقارب 30 ضحية رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناني. بالطبع علاقات الجزائر مع تركيا الشقيقة علاقات تمتد في التاريخ وتدعم يوميا في الحاضر، فلنا علاقات تجارية قوية جدا ولنا آفاق مسطرة معا في توسيع هذا التعاون إلى ميادين أخرى، البتروكيميائية والنفط والبناء العتاد البحري والتواصل في كل القطاعات بالأخص قطاعات اللي تهم الشباب. وإحنا نعرف أن تركيا
أصبحت اليوم دولة قوية اقتصاديا، من أقوى الاقتصاديات الموجودة حاليا خارج الاتحاد الأوروبي، وأنها بنت اقتصادها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا هو توجهنا الاقتصادي. واتفقنا مثل ما صرح به سيادة الرئيس على أن نرفع حجم التبادلات إلى ما فوق الخمس ملايير عن قريب جدا، خمس ملايير دولار عن قريب جدا. وأخذنا قرار أن يكون فيه تواصل يومي بالتقريب بين الشركاء، السادة الوزراء وزملائهم الوزراء في تركيا، ووزير الخارجية الجزائري والوزير الخارجية التركي، حتى لا نترك أي مجال لسوء تفاهم. ولقد وافقت شخصيا على أن تمنح تركيا أن تشتري أرض لبناء سفارة جديدة بطراز تركي معروف، كما اتفقنا على أن تفتح شقيقة تركيا مركز ثقافي في الجزائر، وتفتح الجزائر مركز ثقافي في تركيا. واتفقنا على كل شيء، وآخر اتفاق كان الإبداء اللي مدينا أمامكم. بالنسبة لما يجري في المنطقة، لنا اتفاق تام مع السيد الرئيس والشقيقة تركيا على أن نتبع ما تقرر في برلين، أن نسعى للسلم معا إن شاء الله، مع اتباع يوميا وبدقة كل ما يجري في الميدان، كل مستجدات الميدان. سيد الرئيس شكر لك مرة أخرى زيارة، وقابل الزيارة لتركيا إن شاء الله لنعقد أول مجلس في تركيا إن شاء الله. أشرف رئيس تركيا رجب طيب أردوغان والوزير الأول عبد العزيز جراد أشرف أمس على أشغال منتدى الأعمال الجزائرية التركي، الذي فسح المجال لأزيد من 200 متعامل اقتصادي من البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا. التفاصيل مع حرية جرجار. محور الجزائر تركيا وبكل ما يحمله من أبعاد وثقل استراتيجي للعلاقات الثنائية المتجدرة في عمق التاريخ، عكسه منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي الذي أشرف على أشغاله الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى جانب الرئيس التركي راجب طيب أردوغان. الجزائر في عيون الأتراك بلد محوري وبوابة تربط الأسواق المغاربية والإفريقية بالمنتجات التركية عبر الجزائر. إن حضوركم بيننا السيد الرئيس لا يحمل دلالة قوية ورمزية، خاصة من حيث العناية التي تولونها إلى جانب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لترقية التعاون الشامل وتطويره بين الجزائر وتركيا نحو شراكة شاملة فعالة تشمل كل قطاعات الحياة الاقتصادية والتقوية والثقافية. وعلاوة على ذلك، تنتظرنا ورشة كبيرة سنشرع فيها من أجل وضع تأطير جديد لعلاقاتنا التجارية ضمن آلية تكفل زيادة حجم التبادل بما يخدم مصلحة البلدين. نحن نولي اهتماما كبيرا بالجزائر، حيث نعتبرها شريكا استراتيجيا لنا في القارة الإفريقية. إن الجزائر تعتبر من أهم البوابات التي تنفتح على المغرب العربي وعلى القارة الإفريقية أيضا، ونعتزم عقد المنتدى الاقتصادي
التركي الإفريقي الثالث في إسطنبول قريبا، والمسؤولية والمبادرة الكبيرة ستكون على عاتقكم بالدرجة الأولى. وإذا ما تحملتم أنتم هذه المسؤولية، نحن سنرى بأن هذه القمة ستكون ناجحة وأيضا بمثابة نقلة نوعية جديدة للعلاقات بين البلدين وبين تركيا والقارة أيضا. حجم المبادلات والاستثمارات التركية بالجزائر يسعى لبلوغ 5 ملايير دولار في فضاء أورو متوسط لرجال أعمال أتراك يمثلون 376 مشروعا بإشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. عندهم خبرة أكثر منا في التجارة الدولية، نشوفوا أولا طريقة العمل نتاعهم مهم جدا، ثنين حابة نتلاقى بالناس اللي يديروا لو تريدينغ دونك التجارة الدولية. ليه؟ لأن كاين بعض البلدان اللي هما داخلينها بقوة، ممكن احنا نبيعوا لهم، لأن اللي يدير التجارة الدولية يشتري من أي مكان ويبيع في أي مكان. تعتمد تركيا حاليا على سياسة الانفتاح على إفريقيا، والجزائر بلد مهم بهذه القارة، ولهذا نسعى إلى تطوير علاقاتنا الثنائية. ويؤسس هذا المنتدى لمرحلة قادمة للجنة المشتركة ولمجلس الأعمال الجزائر التركي. يقوم اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة عمل إلى الجزائر، والتي يجري خلالها محادثات مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم. الزيارة تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين وتسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه، خاصة في مجال الشراكة والاستثمار. كما تشكل هذه الزيارة فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي. للمساهمة في الحد من حوادث المرور الخطيرة ببلادنا، يأتي دور الحملات التحسيسية والتي تنظم بهدف التوعية والتحسيس من إرهاب الطرقات. والعينة من ولاية بشار مع رشيد بن عياد. احنا جينا برك نوعوكم، ما عندناش عمل، احنا دورنا كجمعيات نجو نوعيوكم. اذا انت راك تشوف بلي تقدر تتحكم في 14 ساعة، انا راني نقول لك كجمعيه بلي الاخصائيين وخبراء الطب ماشي احنا يقولوا بلي ما تقدرش تقعد في لابوزيسيون اسيس اكثر من 10 سوايع. هكذا تجاوب مستعملو الطريق مع الحملة التحسيسية التوعوية لصياغة سليمة التي نظمتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببشار، وبالتنسيق مع الجمعية الوطنية لنادي السياحي الجزائري، تحت شعار القيادة الوقائية في جميع الأحوال الجوية، بهدف الحد من الإرهاب الطرقات ونشر قواعد السلامة المرورية. يتم خلال هذه الحملة التذكير وإعطاء نصائح متعلقة بالسلامة المرورية وضرورة احترام قواعد السياقة السليمة لتفادي حوادث المرور، خاصة مع تقلبات وسوء الأحوال الجوية. السلامة والأمان المروري ربما هو عامل أساسي في اختيار وجهة سياحية. استحسن المواطنون هذه المبادرة التوعوية والتي تأتي في وقت تشهد فيه طرقات حوادث مرورية خطيرة لعدة أسباب، منها سبب التقلبات المناخية، وطالبوا من خلالها جملة من التدابير قصد التخفيف من الخسائر البشرية والمادية. الناس مش سوق بالعقل، كي اللي راك طرد كما هذه يمشي فيها 200 وراه رايح. الطريق راه فيها الانزلاقات ياسرة، وفيها كي اللي راه يجري وراه يدوب لي بلا ما يشوف بلا ما يفيري في الطريق. الحوادث اللي هتصرى فيهم الموت، الطريق اللي وحده تدي وتجيب. وللحد من هذه الظاهرة يبقى عامل التوعية والتحسيس شرطا أساسيا للحد منها. أدانت الجزائر بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيما عسكريا للجيش المالي في سوكولو بمنطقة سيغو وسط البلاد، والذي خلف 19 قتيلا وخمسة جرحى في صفوف الدرك المالي، معربة في بيان للخارجية عن أسفها لسقوط عناصر من الجيش المالي
مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا وتضامنها مع حكومة مالي وشعبها الشقيق. وأضاف بيان الخارجية أن الجزائر مقتنعة بأن قوات الأمن والدفاع والحكومة وكذا الشعب المالي سيواصلون الحرب على الإرهاب دون هوادة في هذا البلد الجار السائر على درب المصالحة والوفاق الوطنيين. إلى الصين ومدينة ووهان تحديدا التي فر منها أكثر من 5 ملايين شخص بعد تفشي فيروس كورونا فيها وانتقاله إلى مناطق عدة من الصين والعالم. تفاصيل أكثر في تقرير فهد يحيى. أفسد فيروس كورونا احتفالات عيد السنة في الصين. الوباء ما زال ينتقل بسرعة والإجراءات الوقائية لبكين ما زالت قيد التطبيق. أغلب المقاطعات الصينية أطلقت منذ مدة تدابيرها الاحترازية لا سيما في المدينة المحظورة ووهان التي تعد مصدر انتشار الداء. آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصحية الصينية أكدت وفاة 80 شخصا وأكثر من 2700 مصاب في أنحاء متفرقة من البلاد. وتسعى بكين في ظل التطورات المتسارعة إلى الحد من كورونا من خلال إنجاز مستشفى في أقرب الآجال بووهان من شأنه استيعاب حالات الإصابة بالفيروس، غير أن الإجراء أقلق سكان المدينة حيث فر منها أكثر من 5 ملايين شخص. سلطات بكين لم تكتفي بهذا القدر بل كثفت من إمكاناتها المادية وقامت بتجهيز مستشفى للرعاية الصحية في مدينة هونغ كونغ للتكفل بالمرضى الآخرين. ومع الحزم الذي تبديه الصين في مكافحة فيروس كورونا، تكثف مدن العالم التي أصابتها العدوى من إجراءاتها الوقائية لمنع تنقل الداء إلى أراضيها. تلك الدول دعت بكين إلى إجلاء رعاياها من مدينة ووهان في أسرع وقت ممكن. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عنواننا الإلكتروني تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.